هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الإخوة الأعزاء، كل من كتب عليه أن يوجد على ظهر هذه الدنيا فلا بد أن يمر بخمس مراحل: مرحلة الروح، ومرحلة الأرحام، ومرحلة الدنيا، ومرحلة القبر، ومرحلة القيامة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكانت هذه الآية الكريمة دليلا من دلائل نبوة الحبيب المصطفى. الآية دي دليل على أن هذا النبي حق وصدق. أيت ويسألونك عن الروح، كانت من أدلة نبوة سيدنا محمد. المشركين لما احتاروا في أمر النبي أرسلا رجلين إلى يهود المدينة، واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط، وواحد اسم النضر بن الحارث، وكلا الرجلين من ألد أعداء سيد المرسلين. والمشركين اختاروا الاثنين دول بالذات عشان خاطر ما يغشوش المسألة. التقرير اللي يرفعوه لأهل مكة يكون تقرير سليم 100%. قالوا لهم روحوا لليهود اسألوهم محمد نبي فعلا ولا مش نبي. سمعنا الصلاة عليه كده عليه الصلاة والسلام. راحوا لليهود، مشوا من مكة للمدينة لغاية ما اتصلوا باليهود. يا يهود، محمد نبي ولا لا؟ قالوا له اسألوه ثلاث أسئلة. قالوا للاثنين دول السفيرين المبعوثين من أهل مكة إلى يهود المدينة يسألون عن صدق نبوة الحبيب المصطفى. قالوا لهم اسألوا محمد ثلاثة أسئلة. سن واحد ما قصته. سن اثنين اخبرنا عن رجل طاف الارض مشرقا ومغربا. سن ثلاثة اخبرنا عن الروح. فان اجابكم على الاسئلة الثلاثة فاعلموا انه كاذب، وإن أجابك عن سؤالين وفوض علم الثالث إلى الله فاعلموا أنه نبي الله حقا وصدقا. وحد الله يا أخويا كده، قول لا إله إلا الله. اليهود ما هم قاريين عن النبي وعارفين إنه نبي. وعبد الله بن سلام ما كان من كبار اليهود وكان عالم، بيقول اول ما دخل النبي المدينة نظرت في وجهه فقلت اشهد ان لا اله الا الله، والله ما هذا الوجه بوجه كذاب ابدا. سيدنا الشيخ ده كل حاجة باينة. الصادق بيبقى الصدق باين في عينيه، ان الصدق تبقى حركاته باينة حتى ولو ادعى انه اقرب الناس الى العبادة يبقى باين. الكذاب بيبقى الكذب باين في عينيه،
ولذلك ربنا قال في الصالحين سيماهم في وجوههم من اثر السجود، وقال في المجرمين يعرف المجرمون بسيماه. هي في حاجة مدارية، كل شيء بيبان. ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، ومهما تبطن تظهره الايام، ومهما تخفي فانه لا يخفى على الواحد الديان. طيب اليهود قالوا لهم اسألوا محمد ثلاث أسئلة. ناس لهم قصة في ماضي الزمن، وراجل طاف الأرض مشرقا ومغربا، والروح ما هي الروح؟ إن جاوب على الثلاث أسئلة يبقى راجل بيألف كلام، إن جاوب على اثنين وقال في التالي فالله أعلم يبقى نبي. جمل النبي بقى مسكين ثلاث أسئلة وعايزين بقى يحرجوا النبي، إنما يحرجوا مين؟ هو النبي بيشتغل من عند نفسه؟ إن هو إلا وحي يوحى، وما دام وحي يوحى يبقى يستمد العلم من صاحب العلم كله. ما دام المسائل ماشية بالوحي يبقى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عرضوا الاسئلة على سيدنا المصطفى. اهل مكة اجتمعوا بقى عند النبي ومسكين ثلاث اسئلة، وبالهم انهم هيدخلوا النبي في معادلة صعبة، في امتحان قاسي، انما ده مين اللي هيجاوب على الامتحان؟ ده اللي هيجاوب على الامتحان هو الذي يقول ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. ان الله عزيز حكيم، ان الله عزيز حكيم. عرضوا الاسئلة عن النبي، النبي قال لهم غدا اخبركم، ونسي ان يقول ان شاء الله، نسيان. والنبي لما كان ينسى كان بيقول اني لا انسى ولكن انسى لأسنى، يعني انا ما بنساش من نفسي، انما اللي بينسيني هو الله. ليه؟ عشان يعلمني لما انسى ابقى اقول ايه. سمعني الصلاة عليه. اللهم صل على النبي. اني لا انسى ولكن انسى، اني لا انسى ولكن انسى لأسن، اي لأشرع للعباد ماذا يفعلون اذا نسوا. انقطع الوحي 15 يوم، المشركين واخدينها فرصة كل يوم رايحين جايين، امال الاجابة فين يا محمد؟ قال ده عشان يثبت لك ان محمد ما بيشتغلش من نفسه، ده بيشتغل بامر من الله. لو كان بيشتغل من نفسه ما كانش قعد 15 يوم رايحين جايين على بابه، لان لسه الارادة العليا ما اذنتش بهذا. لما يأذن الله. وبعد 15 يوم نزل الامين جبريل على حبيب الله فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا اخي يا جبريل لقد غبت عني حتى اشتقت اليك. فقال له الامين جبريل يا رسول الله لقد كنت اشد شوقا منك اليك. لا اله الا الله. تعالى انت غبت عني يا جبريل لغاية ما اشتقت اليك. والخمستاشر يوم دول بيردوا على الملاحدة
طاقته اليك، والخمستاشر يوم دول بيردوا على الملاحدة، على المستشرقين، على كل المبشرين، على الكافرين اللي بيقولوا ان حالة الوحي كانت صرع. واللي بيصب الصرع بيريل من بقه وبيتبول على نفسه، وبتبقى حالته صعبة قوي، وبيبقى مش عايز يشوف الحالة دي تاني. انما ده النبي بيقول له انت غبت عني لغاية ما اشتقت اليك. يبقى لو كان صرع يبقى مش عايز اشوفه خالص. انت نازل تعمل لي ايه؟ انت بتبهدلني، بتخليني اقطع لساني بسلاني. انما ده وحي من الله، رحمة ونور. فبيقول له لقد غبت عني حتى اشتقت اليك. ام الامين جبريل قال له لقد كنت اشد شوقا منك اليك. فما الذي منعك يا جبريل؟ قال له ولكني عبد مأمور، اذا امرت تنزلت، واذا احتبست امتنعت، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وحد الله لا اله الا الله. طيب ايه المسألة؟ ما دام المسألة ماشية بأمر من الله، وكل تحركات النبي بوحي من الله، ايه اللي خلاك تغيب المدة دي يا جبريل 15 يوم؟ قرأ عليه قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فلما قلت غدا اخبركم، طب يا رب ده انا نسيت ما تعمدتش هذا. يبقى لما واحد يقول له واحد انا جاي لك بكرة وينسى ان يقول ان شاء الله، يبقى يعمل ايه؟ قال له واذكر ربك اذا نسيت. يا سلام، صحبوا الله يا رجال، اقولوا لا اله الا الله. لما انسى ربنا قال واذكر ربك اذا نسيت. لما تنسى المشيئة تبقى تذكر الله، تقول لا اله الا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله، تقول الله اكبر، تقول لا حول ولا قوة الا بالله، اي ذكر لله. ادي لما الانسان ينسى ان يقول ان شاء الله. ولذلك واجب على كل مسلم ان يعلق دائما الامر بالمشيئة. مش هنعمل زي جحا رايح فين؟ قال لهم رايح السوق. تشتري ايه؟ قال اشتري بقرة. طب قول ان شاء الله. قال لهم على ايه؟ الفلوس في جيبي والسوق مليان بقر. راح نزل السوق، جه الواد بندق لطش المحفظة من جيبه، رجع جحا من غير بقرة. انت عملت ايه يا جحا؟ قال لهم المحفظة راحت ان شاء الله. بعد ما راحت، يبقى دايما الانسان يعلق الامر على مشيئة الله. سمعتني الصلاة على حبيبنا النبي محمد. لا اله الا الله. الامر كله بيد الله، والمشيئة لله، والنهي لله، والغيب لله، والعلم لله، والتوكل على الله، ولا دائم الا الله، ولا باقي الا الله. نزلت الاجابة على السؤال الاول، ما تقول في فتية ذهبوا في الزمان الماضي؟ ما شأنهم؟ اذا بالامين جبريل يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نزلت القصة كاملة من الله، وربنا لما بيقصه بيقول قل للعالم اجمع نحن نقص عليك نبأهم بالحق.
هذا السؤال الاولاني عن اهل الكهف. ولذلك الصورة ديت لها فضل عظيم من تلاها يوم الجمعة. اللي يمسك المصحف ويقرأها يوم الجمعة او يقرأها غيبا يوم الجمعة فان الله يعطيه نورا من مكان قراءتها الى البيت الحرام. نور. نور. من المكان اللي بيقراه فيها لغاية بيت الله. اني شركة نور تقدر تودي هذه الفلطات او هذه القوة؟ فيش. من هنا البيت الله الحرام. وقيل من قرأ منها 10 آيات يوم الجمعة اعطاه الله نورا من موضع قدميه الى السماء. تيسير من ربنا. يبقى ما تنساش كده يوم الجمعة تمسك المصحف وتقرأ الصورة دي. اذا كنت حافظها اقراها غيبا. ما انتش حافظها امسك المصحف واقراها. فان لها فضل عظيمة. ومن قرأ منها بعض ايات وقاه الله شر النفاق. سورة الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. قوة الايمان. وزدناهم هدى. ما دام هم بدأوا بالايمان نبقى احنا نزيدهم هداية. وربطنا على قلوبهم يعني قويناهم وشددنا عزمهم. ليه؟ القاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. لن ندعو من دونه الها. لقد قلنا اذا شططا. شططا يعني قولا بعيدا عن الحق. بعيدا عن الصواب. طب هو حد قال لكم اتخذوا الها غير الله؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة. ملك ظالم امر شعبه ان يعبده ولا يشرك به احدا. يعبده هو. الفتية دول قالوا لا. امرنا ما نعبد الا الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. طب سبح تنصار هيعملوا ايه في وسط بلد كلها كفرة؟ هيروحوا فين او يجوا منين؟ ولكن المؤمن يجد النجاة دائما في الذهاب الى الله وفي الفرار الى الله وفي الاستمساك بحبل الله مهما كان ما حوله نارا مشتعلة. فان قوة التوحيد تطفئ النار كلها. وحد الله يا مسلم. قل لا اله الا الله. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. ما دام انتم موحدين بالله ومؤمنين بالله ابعدوا عن هؤلاء الناس. نروح فين يا رب؟ فأووا الى الكهف. مغارة في الجبل. ادخلوا في المغارة. من اللي حيوكلنا؟ من اللي حيسقينا؟ حنطلع ازاي؟ حنمشي ازاي؟ قال لهم ادخلوا الكهف. دخلوا بعدما طلعت الشمس بقليل وجلسوا واذا بالنوم يداعب الجفون فناموا. ثم رايحين الكهف في كلب ماشي وراهم واحدة واحدة. يحاولوا يرجعوا فيه ما فيش فايدة. ارجع انت ماشي ورانا ليه؟ ما احناش عايزينك. واذا بالكلب ينطق قائلا اني احب احباب الله. سيبوني ماشي. ده فيه امر ان انا ماشي وراكم. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله. دخلوا الكهف. واذا بالكلب يقف في الوصيد اي في فناء المغارة باسطا ذراعيه اي رجليه الاماميتين. اذا رأيته حسبته مستيقظا حارسا.
ولكنه في الحقيقة نائم، ولا أحد يعلم أنه نائم إلا الله. السبع ناموا والكلب حارس، سبعة وثامنهم كلبهم، ناموا وإذا بالأعوام يمر بعضها وراء بعض، وبعد 309 سنة أيقظهم الله. 309 والعناية العليا تنظم لهم المكان الذي ينامون فيه، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، لما الشمس تطلع تميل شوية ناحية اليمين عشان ما تأذهمش بالحر، تدهم ضوء لتطهر المكان وتبعث فيه الحياة، ولكنها لا تؤذيهم بحرها. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تقطعهم من جهة الشمال، بحيث لا تؤذيهم في شروقها ولا غروبها، وهم في فجوة من الكهف، في وسط الكهف. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نايمين، إنما اللي يشوفهم يقول صحيين. ليه؟ بيتقلبوا يمين وشمال عشان الدورة الدموية إنها ماشية في طريقها، عشان الدم ما يتجمدش، يتقلب يمين وشمال، لأن اللي بيقعد على حالة واحدة رجله بتنمل، بيقول رجلي نايمة. طب نايمة هتعمل ايه؟ ما تتكلم بشويس لأن رجلي نايمة، أصحيح؟ يبقى لابد تقوم. ولذلك قالوا أحس رجلي خضرت حتى كأنها الحجر. يبقى بتقلبوا يمين وشمال عشان الدورة الدموية تاخد طريقة من القلب الى الاعضاء الى المخ، تن الحياة مبعوثة فيهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شوف، ونقلبهم، ما قالش ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال، قال ونقلبهم، كأن الله هو الذي تولى امرهم كله حتى في تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. انا اللي بقلبهم يمين وشمال عشان تتن الحياة كما هي. وكلبهم باسط ذراعي، اي مادا ذراعيه بالوسيط، اي فناء الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. ليه؟ وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب المصطفى. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لأنهم نايمين في مكان مهجور لا يمشي فيه أحد. فمن رآهم من بعيد حسب أنهم قطاع طريق فلا يقربهم بأذى. شوف، هم نايمين إنما بيخوفوا غيرهم. ولذلك البندقية اللي ما فيهاش رصاص تخوف اتنين، تخوف اللي ماسكها وتخوف اللي هينضرب بيها. اللي ماسكها خايفة اللي التاني يكسف نمرته، واللي هينضرب بيظن انها متعمرة وهي فيهاش حاجة. انما البندقية المتعمرة تخوف واحد بس اللي هينضرب بيها، انما اللي ماسكها مطمئن. فدول نايمين ومع ذلك بيخوفوا الرايح والجاي. حراسة إلهية وتنظيم إلهي لا يعلمه إلا الله. وبعد 309 سنة استيقظوا قبل غروب الشمس بقليل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. احنا دخلنا الساعة 7 صباحا واستيقظنا الساعة 6 قبل المغرب. ابدا، ده احنا ما كملناش يوم، ده احنا دخلنا بعد الشمس وصحينا قبل الشمس، يبقى ما كملناش يوم. الاية دي تعطيك ان دقونهم ما طولتش ولا شعرهم بقى هيبز ولا خنافس، لان لو كان الشعر طال ما كانوش قالوا يوم او بعض يوم.
شوف الإرادة الإلهية. 309 سنة لو كانت الدقن بتطول فيهم كان بقى كل واحد دقنه قدامه 4 متر وكان الشعر زمانهم غرق الدنيا. إنما يوما أو بعض يوم تديك معنى قرآني كريم أن الذقون ما زالت كما هي يوم دخلوا وأن الشعر ما زال كما هو يوم دخلوا وهذا من باب عناية الله بهم. قالوا لبثنا يوما جماعة تانيين قالوا لا بعض يوم لأن ما كملناش يوم. قالوا مهما كان بقى مش هنقعد نحسب المهم إن احنا نمنا شوية وقمنا مرتاحين. فيه اكل يا جماعة؟ قالوا ما فيش اكل. طيب فابعثوا احدكم بورقكم، الورق هو الفضة الفلوس الفضة، الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. ابعثوه بقرشين يجيب لنا شوية اكل كويسين فليأتيكم برزق منه وليتلطف. اللي راح يشتري ما يتخانقش. الراجل خد الفلوس عشان يشتري بها الاكل. البياع اول ما بص في الفلوس رأى عليها صورة الملك الظالم. الفلوس دي جيتها منين يا ابني؟ ده الفلوس دي نسمع عنها في الكتب، دي بقالها 309 سنة، انتوا منين؟ وبلغ عنهم. وكان يوم ان استيقظوا كان هناك حاكم صالح موحد بالله، فلما اخبر بخبرهم خيرهم ان يختاروا ما يشاءون، فقالوا له بل نختار ان نلقى الله وهو راض عنا، وسألوا الله ان يقبضهم اليه فماتوا موحدين ليبعثوا يوم القيامة موحدين. طب يا رب ايه الحكمة من هذه القصة؟ قال لك وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. يعني اهل الكهف كانوا دليلا من الادلة القاطعة على ان البعث حق. ان الذي قدر ان ينيمهم 309 قادر على ان يحيي الموتى يوم القيامة. فده دليل من ادلة البعث. وبعد كده قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذه الإجابة على السؤال الأول. الإجابة على السؤال الثاني، ما تقول في ملك طاف الأرض مشرقا ومغربا؟ نزلت الآية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ملك موحد بالله سمي ذا القرنين لأنه ملك ما بين قرني الشمس، ملك بلاد المشرق والمغرب، وآتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا، اتبع الأسباب وصار في الأرض وبلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس، بلغ بلاد المغرب وبلاد المشرق ووصل حتى بين السدين وانقذ قوما ضعفاء من قوم مفسدين يسمون يأجوج ومأجوج. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. يأجوج ومأجوج دول قبيلتين. هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج دول قبيلتين أو جماعتين من الجماعات المفسدة اللي هم لا يعرفون العدل في الأرض وإنما يعرفون شريعة الغاب. القوي يأكل الضعيف، القوي ينهب الضعيف. أم الضعفاء قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، ندي لك مبلغ من المال
على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، تسدلنا بين السدين اللي هما الجبلين، تعمل لنا سد بين الجبلين عشان ما يقدروش يعدن، تحصن الحدود، تعمل لنا خط محصن ومتين. نديك قرشين، قال لهم ما مكنني فيه ربي خير. انا مش عايز فلوس، انا بشتغل لله، العمل اللي انا بعمله بعمله لله. وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. دايما الناس المصلحين لا يرضون بالاصلاح بديلا. هل نجعل لك خرجا او خراجا، مبلغا من المال ومقدارا من الذهب والفضة، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير. نفس موقف نبي الله سليمان، نفس سليمان قال هذا المكان. بلقيس قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وبعدت له هدية ملوك، هدية فخمة محترمة. اول سليمان ما شاف الفلوس قال لهم اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. انا حركشي على كلمة التوحيد ده، انا بقاتلك بقولك الا تعلوا علي واتوني مسلمين. تبعتلي انت رشوة؟ لا اقبل الرشوة ابدا. برضو ذو القرنين الملك الموحد الصالح قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. والردم اقوى من السد، الردم عمل هندسي اقوى من بناء السدود. اعينوني بقوة، هاتوا انفار تساعدني. وكان رجلا عالما في بناء السدود قبل ان يعرف العالم بناء السدود. اتوني زبر الحديد، اي قطع الحديد، هاتوا قطع حديد. وبعدين حتى اذا ساوى بين الصدفين قال اتوني افرغ عليه قطرة، يرص الحديد ويصب على الحديد النحاس المذاب، القطر هو النحاس المذاب. فلما صنع السد بالحديد والنحاس وصهر الحديد بالنار، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وبعدين سمعنا الصلاة على النبي محمد. شوف صناعة السدود، اتوني زبر الحديد اي قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي بين الجبلين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة. لما الحديد ينصهر يصب هو النحاس، يوم يكون معدن سبيك لا يقوى احد على نقبه. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لا قدروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعملوا نقب ويدخلوا من جواه. اظن قال لهم انا رجل شاطر، انا مهندس بارع، انا عالمي، انا فرافير العجيب. لا، قال هذا رحمة من ربي. الفضل كله بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. ما قالش انا ابدا، الرجل الصالح ما يقولش انا فعلت، انما يسند الامر الى الله، انما يسند الامر الى الله وحده. قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اذا جاء وعد ربي جعله دكاء، عندما يأذن الله بهدم هذا السد سيجعله دكاء.
وسيخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون أخضرها ويعتدون على أهلها. عندما يعجل الله بموت الصالحين ويأخذهم إليه، ولذلك ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون، واقترب الوعد الحق. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. واقترب الوعد الحق فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وبناخد من هذه القصة أن القوي الصالح يجب أن يسخر قوته لنصرة الضعيف حتى يحميه من أهل الظلم. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. وكان وعد ربي حقا. كيف فضل السؤال الثالث؟ هم قال لهم اذا جاوب على الاسئلة الثلاثة يبقى رجل بيشتغل من نفسه، اذا جاوب عن اثنين والثالث قال ده بتاع ربنا يبقى نبي. السؤال الثالث: ما هي الروح يا محمد؟ نزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومع ذلك الامتحان سليم والاجابة 100% بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى، ومع ذلك يجي الناس اللي سألوا هذا السؤال يروحوا للنبي اللي هو النضر بن الحارث سفير مكة الى يهود المدينة يقول له: يا محمد لو كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا حجارة من السماء. شوف القلوب لما بتعمى عن ذكر الله. طب قول يا اخي ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، انما يروح يقول لقطة ذراعي لو كنت نبي. ثم تقول يا رب لو كان دي حق اهدينا. راحوا قالوا للنبي: ان كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا ربك حجارة من السماء او يأتنا بعذاب اليم. واذ قالوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. طب يا رب ما تنزل عليهم العذاب خلوهم يغوروا في داهية. قال لك: لا، ده في اكرام لواحد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. انت يا محمد عشان خاطر عيونك يا محمد سمعتني الصلاة على حبيب الله. اسأل الله ان يرحمنا وينفعنا بشفاعته ويحشرنا على حوضه ويسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مع تحيات اخوانكم بشركة اهل السنة للانتاج والتوزيع الاسلامي بالسويس.